السلام عليكم. فيديو جديد، مراجعه جديده لتليفون جديد من سامسونج. تليفون كيتعتبر تليفون زوين من سامسونج في الفئه السعريه ديال 2100 درهم 2150 درهم. سامسونج دخلت مجموعه من التليفونات مع البدايه ديال 2024 للسوق المغربي، منهم سامسونج الجالاكسي A25، سامسونج الجالاكسي A05S، وسامسونج الجالاكسي A05، وسامسونج A15، الجالاكسي A15 اللي غادي نديروا ليه المراجعه في هذا الفيديو. بالنسبه لهاد التليفونات الاخرين غادي نشارك معكم الاثمنه ديالهم في هذا الفيديو، والمراجعه ديالهم تقدروا تشوفوهم من هنا لقدام ان شاء الله على القناه وعلى الصفحه في فيسبوك. وما تنساش دير متابعه الى مازال ما متابعني، سواء على يوتيوب او لا على فيسبوك. ونبداو المراجعه ديال سامسونج الجالاكسي A15 اللي كتعتبر تليفون بمواصفات زوينه من سامسونج فهاد الفئة السعرية ديال 2100 درهم 2150 درهم. نبدا لكم بأول حاجة كيف هي العادة، واللي هي الديزاين ديال التليفون. سامسونج حاولت أنها دير ديزاين خاص بها مؤخرا في جميع الفئات السعرية. إلا لاحظتوا بلي هاد الديزاين هذا هو اللي كيدور في الفئة المتوسطة عند سامسونج، في الفئة الاقتصادية، وحتى في الفئة الرائدة. حتى هواتف سامسونج الأخيرين الإس 23 والإس 23 بلس تقريبا بنفس الهوية أو بنفس شكل الديزاين أو بنفس التسييفة ديال الكاميرات. كما كتشوفوا الظهر ديال سامسونج A15 كيجي بحال مزاج او لا مزاج، ما مأكدش من هذه المعلومه هو زجاج او لا بلاستيك قريب للزجاج، غير هو كيتبصم بزاف لدرجه اللي كبيره، يعني خصك ضروري دير ليه كوفر الا خديتو. والكوفر ما كيجيش مع التليفون في العلبه كيف هي عاده سامسونج. حتى في فئه اقتصاديه ما بقاش غتحط لكم لا كوفر ولا شارجور، فقط كابل تيب سي اللي كيجي مع الهاتف ومع الهواتف كاملين ديال سامسونج. الاطار ديال التليفون مسطح، ولكن ما مسطحش كامل، مشى مسطح حتى البلاصه اللي فيها زر ديال التشغيل والازرار ديال الصوت، ولا روند بطبيعه الحال. الاطار هنا من البلاستيك، ولكن بلاستيك اللي مخدوم مزيان. على العموم مواد صنع في الهاتف كامله كتحس بها مخدومه مزيان، التليفون كتحس به يعني ماشي رخيص. الا جينا للقدام وشفنا مزيان في الشاشه، غادي نلقاو باللي الحواف ديال الشاشه كبار، لا من الجناب لا من التحت لا من الفوق. وهذه حاجه ما عجبتنيش، ما كرهتش تكون كانوا الحواف قل من هكا، غادي يعطيو جماليه اكثر للهاتف. بالنسبه للشاشه، الشاشه هنا من نوع ممتاز، شاشه من نوع سوبر اموليد، دقه ديالها فول اتش دي بلس، بكثافه البكسلات 396 بكسل في كل انش. والحجم ديالها ما كبيرش بزاف، حجم اللي كنعتبره متوسط 6.5 انش، حجم اللي بالنسبه ليا زوين. الشاشه بطبيعه الحال سوبر اموليد كما قلت لكم، الالوان فيها ممتازين، مشاهده المحتوى فيها ممتازه، السطوع ديالها تحت الشمس هو ممتاز، كيوصل حتى 800 نت بطبيعه الحال، ماشي رقم اللي عالي، ولكن كيبقى السطوع ديالها تحت الشمس ممتاز، يعني غادي تشوف كل شيء بشكل اللي واضح. يعني طبعا الحال ما تقدرش تفرج في الافلام وخصوصا في المناطق المظلمه. وبالنسبه لمعدل التحديث في هذه الشاشه، كتدعم معدل التحديث 90 هرتز، ما كرهتش تكون كانت 120 هرتز، شفنا بزاف ديال المنافسين الصينيين في هذه الفئه السعريه 120 هرتز، سامسونج اكتفت ب 90 هرتز، ولكن حطات لنا معالج اللي زوين في هذا التليفون اللي غادي نهضر عليه ملي نوصلوا للمعالج. وبالنسبه للصوت في الهاتف، فالهاتف كيتوفر على سماعات مونو، ما كيتوفرش على سماعات ستيريو. الصوت كيخرج من تحت، الصوت كيبقى مزيان، ولكن كون كان كيدعم سماعات ستيريو كان غادي يكون افضل. بالنسبه للمستشعرات، فسامسونج A15 كيتوفر على مستشعر بروكسيميتي سنسور هاردوير، اداء ديالو ممتاز، مستشعر الاضاءه بطبيعه الحال، وباقي المستشعرات الجيروسكوب متوفرين في الهاتف. اما المستشعر ديال البصمه جانا مدمج في زر ديال التشغيل، والاداء ديالو حتى هو ممتاز، وحتى الفيس انلوك متوفر في الهاتف الا بغيتو تعتمدوا عليه. اما بالنسبه لنظام التشغيل في الهاتف، فالهاتف كيجينا بنظام تشغيل اندرويد 14، هذه حاجه اللي زوينه، وكيجينا حتى بالواجهه الاخيره ديال سامسونج الوان يو اي 6. ونجيو دابا للنقطه المهمه واللي عجبتني بزاف في التليفون، واللي هي المعالج اللي حطات لنا سامسونج في هذا التليفون. هذا التليفون هذا حطات لنا فيه سامسونج معالج من الميدياتيك، واللي هو الهيليو جي 99، معالج بالنسبه ليا معالج اللي زوين وممتاز في هذه الفئه السعريه ديال 2100 درهم 2150 درهم، الثمن ديال الا 15 النسخه ديال 4128. اما النسخه ديال 8256 فجاتني غاليه واحد شويه، الثمن ديالها تقريبا 2700 درهم او 2800 درهم في السوق المغربي. فالنسخه اللي عجبتني بزاف واللي جاتني ممتازه هي النسخه ديال 2100 درهم 2150 درهم، اللي كتوفر ب 4128. نرجعوا للمعالج اللي هو الميدياتيك هيليو جي 99، اللي غيعطيك اداء اللي ممتاز في الالعاب ببجي. هذو هما الاعدادات باش كيطلعها كافضل معالج تقريبا غتاخذ في الفئه السعريه. نجيو دابا للبطاريه، واللي كتجينا بسعه ديال 5000 ملي امبير، سعه اللي ممتازه بطبيعه الحال في اي هاتف، هي اللي متوفره حاليا في اغلب هواتف اندرويد، اللي غتعطيك تقريبا نهار الاستخدام حتى اليومين الى
كالاستخدام ديالك خفيف. وبالنسبه للشحن السريع فالهاتف كيدعم شحن سريع بقوه ديال 25 واط، ولكن خصك تشري ليه الادابتور لانه كيتوفر فقط في العلبه، كيتوفر فقط على كابل تيب سي، يعني خصك تشري ادابتور للتليفون، يعني غيتقام عليك اكثر من 2100 درهم الا ما كان عندك ادابتور من قبل. بالنسبه ل 25 واط في هذا الهاتف هذا فبالنسبه ليا في هاتف سامسونج كتبقى مزيانه، ولكن الا قارنا مع المنافسين من طبيعه الحال الصينيين فكيبقى خاص مازال نشوفوا فيه 33 واط او لا اكثر، كما شفنا في اغلب هواتف اندرويد السنه اللي فاتت. ولكن كنظن هاد السنه هذه غادي نشوفوا مجموعه من التليفونات في هذه الفئه السعريه ديال 2000 درهم يدعموا شحن سريع اكثر من 33 واط. نجيو دابا الكاميرات اللي كيتوفروا في الا 15 واللي كيجي بثلاثة ديال العدسات كما كتشوفوا في الكاميرا الخلفية، الأساسية بدقة ديال 50 ميجا بيكسل، وثانية الترا وايد بدقة ديال 5 ميجا بيكسل، وثالثة ماكرو بدقة ديال 2 ميجا بيكسل. تصور بهم مجموعة من التصاور، التصاور ديالو كيبقاو ممتازين، التصاور على العموم زوينين، التصاور فيهم تفاصيل. المهم أنا عرضت لكم أغلب التصاور اللي التقط بالهاتف، نتوما كتشوفوهم عطوني الرأي ديالكم فيهم. بالنسبة للفيديو فكيصور فيديو بدقة ديال 1080 بي مع 30 إطار في الثانية. خليكم مع التجربة ديال الفيديو وتشوفوا الاهتزاز الفيديو والصوت اللي التقط بالمايك ديال التليفون. وهذا فيديو بالكاميرا الخلفيه ب 1080 30 اطار في الثانيه. كنشوف بلي الفيديو فيه شويه ديال الاهتزاز، دي حاجه طبيعيه لان التليفون ما كيتوفرش على متفتت بصري بحال ال 24 مثلا فين زكان. وبالنسبه للكاميرا سيلفي فكتجينا بدقه ديال 13 ميجا بيكسل. بالنسبه للتصاور ديالها ما عجبونيش بزاف، ولكن على العموم كيبقاو مزيانين، اتش دي ار هو مزيان، المهم كيبقاو تصاور لي مقبولين في هذه الفئه السعريه. اما الفيديو فتايا كتصور فيديو او لا كدعم تصوير فيديو بدقه ديال 1080 مع 30 اطار في الثانيه. نخليكم مع تجربه الفيديو بالكاميرا سيلفي. السلام عليكم، وانا عارف عليكم الكاميرا ديال تبات. هذا تيست بالكاميرا سيلفي ديال لا 15 سامسونج. شوفوا كيف جاتكم كاميرا السيلفي، واش غتبداو ديروا بها الفلوغ. إيش راه كيصور 1080 بي مع 60 مع 30 إطار ثاني. بالنسبة للهاتف طبعا كيتوفر على منفذ السماعات 3.5 ملم، كيتوفر على مايك إضافي لعزل الضوضاء. التليفون ما تقدرش تركب عليه جوج ديال الكارت سيم وكارت ميمار في نفس الوقت، يا إما الكارت ميمار وكارت سيم أو لا جوج ديال الكارت سيم. وهذا ما كاين في هذا الفيديو، ندوز نعطيكم الأثمنة ديال التليفون الآخرين ديال سامسونج بالزربة. كما قلت لكم هذا الـ 15/4/128 كيدير 1100 درهم 1150 درهم، توفر عندنا في المحل ب 1100 درهم. بالنسبه لسامسونج الا 25 5G فكيدير 3250 درهم، الثمن ديالو غالي واحد شويه حتى نشوفوا الريفيو ديالو واش يستحق الثمن ولا لا. بالنسبه ل هذا هو الا 15، بالنسبه للا 05 ما عقلش على الثمن ديالو، انا نكتبوا لكم في المونتاج هنا هو ولا الا 05 اسمع يلاه داخلين تليفونات زدادو وكثار تخربق عليا الاثمنه ديال هاد الزوج هذا، وفيهم بزاف ديال النسخ انا نكتبهم في المونتاج هنا الا تفكرت. هذا ما كاين في هذا الفيديو، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. في امان الله.